خال. يا هلا. هلا بالحبيب. هلا. مساك الله بالخير. الله بالخير وكرامة. يا بعد راسي. الله يسلمك حبيبي. على... انت على عيني وعلى راسي. يا قلبي انا عندي لك مفاجأة. تفضل. بس اول شيء نقول مبروك. ايه. حق دولة. اه اي والله انا هبا انا بقولك مبروك حق دول الخليج كلها. اي والله. صارت كلهم على ايد واحدة. الحمد لله. استانسنا احسن وناسه. الحمد لله. قطر والسعودية والبحرين والامارات والكويت وعمان. ايه. كل دولة واحدة وصار يعني فرحة لنا مرة واحدة. الحمد لله يا رب. هي الحمد لله والله مستانسنا وبعدين بر وبحر الجو. الحمد لله. الطريق. الحمد لله. يعني قطرين يقدر يجونا واحنا نقدر نروح. انا وياك نطالب. ها؟ اسوي مطالبة انا وياك. شلون يعني نطالب؟ رحنا قطر انا وياك. ايه. كم سعودي مسحنا بالسناب؟ لا لا بالملايين. زين خليني اقول لك ولما رحنا السعوديه كم قطري مسحنا؟ ما شعب القطري كله. زين فاحنا نطالب ان كل اللي يمسحوننا يردوننا. لا يردون. لان احنا ما لنا ذنب. اي والله. احنا نروح السعوديه يمسحون قطرين، نروح قطر يمسحون السعوديين. اي والله. فانا بطلال نطالب كم مليون مسحنا؟ اكثر من 14 مليون. احنا بنوجه رساله، اي مشكله تصير بين اي دولتين الصغار لا يتدخلون يا خالي. اي والله. الناس الصغار لا تتدخل. انت الحين لما رحنا قطر كم واحد دش عليك زبك؟ ليني اللي انا طردوني من الفندق خلوني انام بالسكه. رسالتي انا والخال اي مشكله تصير عمرهم الاخوان ما يفترقون يا الخال. اي والله. يعني اللي كان يسبب ذاك الوقت الحين وين يودي ويها؟ اي والله. لا يبا تشون مس تعاون الخليجي كلنا خليجيين، خليجنا واحد. صح. الله يعز السعوديه. ايوه. الله يعز بحرين. أيوة. الله يعز الامارات. أيوة. الله يعز عمان. الله يعز قطر والله يعز الكويت. الله يطول بعمارهم كلهم امرائهم وشيوخهم وكلهم على راسي والله. بعد امري والله. اي والله. بعد امري. زين انا بمناسبه الخبر حلو عندي لك خبر هم حلو لك بعد. يلا تفضل خالي شنو الخبر؟ انا اقول شنو الخبر اللي بقول لك اياه؟ تفضل. انت تدري انا ماخذك ليش اليوم؟ ليش ماخذني؟ ما تدري ها؟ لا والله ما ادري. اقول لك ليش ماخذك؟ ايه. خالي ودي اقول لك بس يعني احس يعني ما راح تصدقني. ايه انا ادري اصدقك او ما اصدقك انا اصدقك. انت ايش تقول؟ ايش دراني شنو قلت انا؟ شايبك شوي خانم. انا والله انت جايبني شويخ انا ادري جاي تشتري لي فطاير؟ لا. او تمر معسل؟ لا. او يمكن جاي تشتري لي تليفون؟ في محلات مال تليفونات هنا. خلاص تشتري لي لابتوب. ايش دراك؟ اي انا ادري انا احب اللابتوب. انا غرامي لابتوب. انت من متى قايل لي تبي لابتوب؟ من زمان والله. من زمان صح؟ اي والله اهلي هالكبر هذا. اللي على تفاح. ايه حق شنو تبي خالي؟ ابي انا غرامي لابتوب والله. ايه شو تسوي فيه يعني؟ ابي يعني رغبتي في الشيء هذا. امر الرغبه. ايه رغبتي. اوكي حاضر حاضر الحين بوديك. ما تقصر خالي والله. الله يطول بعمرك ان شاء الله. بعد عمري. والله من كثر مستانس منك والله بعيالي. لو تشتري لي قلم قيمته دينار ما انسى فضلك طول حياتي. بعد عمري والله خالص. بعيالي انا ابني طبيعي. ليش هايني؟ ها؟ ليش هايني؟ انت دش؟ وين ادش؟ وين اروح؟ انا جاي بشتريك سياره. والله؟ والله. ما تقصر. بعد عمري والله. بعيالي. ودي ابكي والله. حياك يلا دش. تفضل. والله من صدقي ها عيل غشمر شنو؟ من صدقي وربك اعمال لا يبا روح. ما تبي وديك مرسيدس؟ لا خالي ما ابي مرسيدس. ليش؟ والله اقول صدق والله ما ابي مرسيدس. ما احب مرسيدس. رغبتي انا تويوتا بس. والله؟ والله العظيم. مشي راح. مرسيدس شو ابي في مرسيدس؟ في مرسيدس قطعها غيارها النهار. تويوتا 6 سلندر. هذا كم سلندر؟ 4. انت شنو تبي؟ قولي اختار. انا ابي 6 سلندر. ما تبي لاند؟ ها؟ لاند ها؟ لا ما ابي.
لان رفيع خالي اتعب والله. لا مو تتعب، شنو يحوشك؟ ها؟ يحوشني عز والله، اذا حاشني عز اوقف فيها والله قسم ابي اركب. اوكي الحين؟ حلوه بعيالي والله العظيم، سياره سياره والله. حطها في وجهك بالشمس يا عبد الله. والله باخذها اياها يستاهل. الجديدة الكشخة متى تطلعني فيها؟ ان شاء الله بعد اسبوع. والله؟ والله بعد اسبوع. تطلعني فيها؟ لا السيارة تطلع بعد اسبوع. وين عازمنا على الغداء؟ لا لا ما عازمك انت. ها؟ انا عازم بنتي. وانا؟ لا انت ما عازمك. والله لا غداء ولا عشاء ولا ريم. احنا انا شاريك اياها. ولا تركب فيها. انا شاريك اياها. هي تركب فيها اسبوع تسوق السيارة. زين انا شاريك اياها. لا 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 مو انت مو انت اللي شريتها. والله انا. لا تحلف الله يا خالي. قسم بالله انا. هي اللي قالت لي. خلنا اقول لك الموضوع. يبا هي الحرمة اذا قالت كلمة قالت خلاص تم يعني تم. خلنا اقول لك شغلة. انت ما قلت لي تم. خلنا اقول لك. انت قلت لي انا بدفع فلوس، الفلوس خلنا اقول لك والله فلوسي. لا 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 ادري فلوسك الحمد لله الخير اما موجود عندك والله يغريك اكثر بعد. انت بس اسمع. لا انا ما اسمع، مهما تسوي ما انا ما اصدقك. اسمع. ما يلا يلا بسمع يلا قول. اسمع إيه؟ عدني مجال بعدين قول لي تبي. يلا تفضل. ماشي؟ إيه؟ قبل يومين دقيت علي قلت لي خالي سالتي واقفه عليها كنت رايح عند ابو خليفه. ايه مرتي شنو قالت لي؟ قالت لي ما يصير خالك ريال عود توقف عليه السياره. صح. اشتري سياره جديده. قلت له خلاص تم خوش فكره. اليوم مو دقيت علي قلت لك تعال لي؟ ايه صح. مو رحنا الوكاله؟ بلى. الكنت كنتي والفلوس فلوسي. صح. بس القرار كان فكرتها. احنا يهم القرار ولا الفلوس؟ لا والله القرار. اخ القرار اقوى من الفلوس مليون مره. اوف اوف اوف. في القرار اذا قال كلمه هذا مسمار بالله يعني مسمار بالله. اذا القرار ما عنده فلوس شنو الحل؟ لا القرار اقول لك القرار اغلى من اقوى من الفلوس. الفلوس شنو؟ عشان هي قالت قرار؟ ايه والله انك نصاب. لا الفلوس انت عندك فلوس الله يطول بعمرك بس قرار قرارها هي. الحين إيه؟ من الفضل يعني؟ لا لا الفضل حق القرار. اه اوكي حلو جوك ماشي ماشي. يا قلبي يا حبيبي والله الفلوس فلوسي. هي بس قالت لي قوم اخذ حرام ما يصير ما تاخذ. زين لحظه زين انا بعطيك مثل اذا واحد يصفق. لا ما صفق. ايه من اللي بلش في البدايه اللي قال روح اشتري سياره حق خالك. ايه خلاص نور على نور. ايه هذا كلامه عدل. ايه هي اللي قالت لك وشكو مثل التصفيق. لا مو قالت لك قوم اشتري سياره. اقول لك شغله المثل مال امه داعي. صح طلع مال امه داعي المثل صح؟ ايه لا لا خالص ادري بس المثل ما له داعي. المثل ما جاب مكانه. اي والله كلش والله ولا جاي حتى ربع ما وصل. امينو تدري ان الخال وهو صغير كان يسمونه الصوت الجريح؟ والله اجبر اسمع اسمع ما تصدق نزل كمامك اسمع واقف على على بابكم ولا انا صغير اسال على الليل الله يسعدني جوا مروا علي مروا علي واقف على على ما بكم ولا انا مغير الله اسال على الليل يسعد جوك يسعد جوك عازمنا امينو امينو عازمنا باكر باليخت الماكل عليك يقول ماكل علينا الا شلون بعد لا على منو عليك روح لو شغلك انا والله العظيم دم ذرسي اذا قلت لي بشيء. ايه والله ضغطي امينه حبيبي تبي نمي ما نيب ولا شيء. ضغطي يرتفع والسكري ينزل. ايه يا خرا يا وازف ادلك. ملك التجليس ملك بيسوي دروسه. حاضرين حاضرين. باحسن عياده بالكويت. راسي عياده الاسنان. انا بخليهم يسوون لك دروس. نعم. حق ملك التجليس بروحه سبيشل يعني سبيشل ابي هذه طق طق هذه اي هذه ايوه ايوه ابي واقف على على بابكم والهاني والخير ويسال عني
الحسين محبوبي الصغير يومين مروا علي. ضروسك راح اسوي لك احلى ضروس بالعالم. الله يسمع منك ان شاء الله. اي رب الكعبة لنضبطك بابتسامة. والخال بعد بركب له ضروس. اي خل نشوف الخال بعد ما شاء الله. شو؟ اي ما شاء الله. عاد حطبه شوف. خوش ضروس. لا. وانت بركب لك بعد خوش ضروس. والله ضروسي كلها تلفانين. والله؟ بس برجع ان شاء الله انا مع اخوي بطلال نرجع شباب ان شاء الله. اي ان شاء الله. بس بطلال شنو يبي له؟ بطلال خل نشوفه. شوف يبي له شغل وايد شوفه. اي. شفته؟ شايف الكنغر الارجنتيني؟ هتني وربك عبد الاقعد. شغل نفسك. هذا بس العلف ماله كله جد. كله جد. عاد مجروح. شوف. كان عند واحد من ربع. اوريكم شنو عنده. شوف الفلامينجو. شوف الفلامينجو ايش حالاتهم. هذا بعد شوي بهد على الخال دقيقة. بهدم على الخال هذا بعد شوي. شو اشكالهم؟ جماعة هذول الوشق. هذا شنو قطو شنو؟ قطو الوشق. قطو الوشق ها؟ هذا النسر الافريقي. شفته؟ هذا. شوف. شوف هذول. ما يسوي لهم ولا شيء شوف. علاء تعال. هذا بط افريقي. روح روح يبه بط. اي 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 بفوت على اي بفوت اشيتني. شوف كبرهم ها. شوف كم. شوف حلوة. شوف خيالين. اخ شوف شو برا. اوه طالع شنو اللي طلع الحجار. على يمين يمين يمين. دش حمام دش حمام دش حمام. الحمام هناك هناك هناك. روح الحمام. ايوه ايوه روح الحمام. ايوه ايوه شنو تاكل حلاو؟ لا هاك هاك كاكاو. هاك هاك خلي حلاو. هاك كاكاو. يلا بطلع بطلع. عطني حلاو عطني الحلاو عطني الحلاو. مو حلو الحلاو. عطني الحلاو عطني. ها ايش فيك؟ عطني حلاوة زين. عطني واحدة عطني واحدة. شوف يا بطل هي زين. عطني واحدة. طالعني طالعني يقول يا خرا والله قاعد طالعني خذني. اشرب ماي وايد كلت كاكاو. امسك هاك امسك ماي. خل كاكاو خله. خله هاك هاك ماي. ما تبي ماي؟ ها هاك شكلك تحب هذا التفاح. ها تحب التفاح. هاك ماي هاك ماي. ما تبي ماي؟ خلاص عطني. عرفت اذا قالك عطني جغمة واحدة هذا كذي. اذا قالك جغمة واحدة ولا يهده نفس صاحبنا. تبي تعشى؟ لا ماني متعشي بس بطقطق وياك كذي. اذا طقطق شوفه يطق طق. شوفه كذي. والله عطني جمه واحده. ما نشارب. هذا وضعي بالليل اذا قطعنا نتفلكس كذي ياكل بطاط. هذا وضعي. واقوم من النوم اقول وحش فيني متى انت. لا ولا فيلم اكمله كامل. اعطيك شيء كامل شيء وضعي بالضبط. يلا بالعافية.
بالضبط ذكرت السنيكر بس على كاكاو الفوق. الفستق يا قطه شوف الحين قطه الفستق شوف بس كاكاو الفوق. ما تحب الفستق ها؟ بالملي نفسي ويقيث يعلج بالضرس صح؟ مو صح ها؟ شوف بس كاكاو ها؟ ما تبي الفستق ها؟ يلا قط الفستق يلا خلص كاكاو حين قطة واحد اثنين ثلاث شفتوا؟ وبطل الكلاب خليهم يروحون حق الله والخال ها؟ شوف 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 خالي وراك اسد علو 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 لا تشرب شيء غازات اوكي هاك بس تصير شاطر اوكي اوكي اشرب يلا حليب يلا شوف هذا غوي شوف ها اشوف اشوف ها اشوفك تعال ها هاك 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 ها ها مزاجي شوف زيتون وفلفل شوف شوف تلفزيون شوف ارنب شحلاته شوفهم تعال شوف شحلاته ان شاء الله شوفهم هذا النوع من الأرنب اسمه هنغورا مو موجود شوف تعال شو شحلاتهم تعال شو شحلاتهم شوف تعال تعال سوري كان أقيس تعال شوف أذنه شوف هذا شو نوعه؟ هذا يسمونه الفلمش الفلمش؟ ايه او الجاينت يسمونه هذا هي وزنه 15 كيلو تقريبا حط حطه هني هذا المساع؟ لا هذا اللي داخل هني شوف شوف عيالها وين عيالها؟ كام يا حليلهم هذه اي واحدة؟ هذه هذه زين وهذا شو نوعها؟ اللي بس شعر اللي تحت هذا يسمونه اللاين بيس لاين بيس ها؟ خلنا نشوف تطلعها شو شعرات يا جماعة؟ شوف هذا حلو شوف هذا حلو اسمه الكرك شوف شكله شعراته شوف شحلات شكله حموصة آه. تعال حموصة والله قل له هذا وحبي بيض ويهيك والله العظيم تبيش الصراحة يا جماعة والله خلاص أتلعب هد والله نعتزل والله خلنا نعتزل والله العظيم والله علي شبد وافرة فروانية حولي اسمع يوم الخميس روح شبد مباري كم دوانية لا شوف أحد شبد يا بس سؤال واحد شاء الله شنو الحل معي هند لا شعري قاعدين فوز عليه لا مزارع لا شب لا الهجن لا وفره لا دواوين ما شاء الله ما شاء الله عشان بالي عليك تلعب حريف انت يعني لعبه الهند حقك والله اي والله انت قلت لهم خالي قبل ما نلعب اي والله قلت حق اللي قاعد يمي ابو عبد المحسن اشكره والله قلت له شنو قلت له لا والله فهد ولدتي حريف والله ما تقدر اقول عليه شوف هذا الميدان يحملها قلت له شو تسوي بعدين يا ذاك اللي ضدكم الاثنين ايه شوفوا يبا ذا
الاول ما يخاف لكم إيه؟ العب حين الدرس الثاني شلخناهم شو يقول لا العب درس الدرس الثاني شلخناهم قال العب لا اذان الاولي وحنا نلعب وعلى اذان الثاني وحنا نلعب يعني خلاص بالاخير ما حدا يفوز ما يقدروني والله لو تلعبون يوم سبع لعبات تفوزون عليهم سبعه خلاص يعني خال اعتزل لا 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 اعتزل اذا اعتزلت خلاص انكسرنا يعني خلاص لحين اتم صامد لا خليك 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 على لعبك اوكي واحد عندك يلعب هند بس دق علي ها خالي يعني وانت صغير كانوا يسمونك الصوت الجريح شنو لغبك بالفريج ها شنو لغبك بالفريج قبل ايه يسموني حمول الشهلول ليش الشهلول يعني كنت صغير انا حلو حلو ولا صوتك حلو كان لا صوتي حلو وانا حلو صوتي كان احسن من شي بعد بعد احلى احلى عيل تكفى واقف انا على بابكم والهان وصغير واسال على الليل خالي ابيك تبدها اكثر اوكي واسال على الليل يا صوتي جريح لا لا ارحم علي قلت نفسك خامس حول يعني وانت صغير كنت يعني تغني بالفريج عشان ينامون الناس من صوتك لا ذكرني يرحم والديك ينامون على صوتك؟ اوف ينامون عدل شنو اغنية ثانية بعد كنت تغنيها؟ ما اغنية ثانية ما بس كنت احب الاغنية بس يقول قبل بالفريج ما يقدرون ينامون يحفون على صخر تقون على الباب يقول ابوي كان يزعجونه كل يوم تقون على الباب كل يوم خلو ولدك يغني لنا خلو ولدك يغني لنا شنو الغنية كنت تغني عشان ينامون خالد؟ كنت أقولهم ناموا 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 ولا ينامون ها شو يسوون؟ شياطين وأنا نام قبلهم وما ما ينامون يعني كانوا ينادونك صوت الجريح لأن اللي يسمعك ينجرح من داخل ينجرح من داخل من الأغنية الحزينة اللي كنت أغنيها أوخ إيه كنت أغني تغني أغاني حزينة؟ كلها أغاني حزينة عطنا واحدة خلنا نسمع والله ما أعرف ولا واحدة ها لا بس شيء شو بس شيء لا بزماني بزماني بس نسيت كل شيء نسيت عبي إيه والله نسيت يعني ولا شيء تذكر ما أعرف ولا شيء بس أنا أقولك خرقوش خرقوش بالمنقوش لبناني يا للأم يا للأم الله ينوع شبدك الله والله الاموال لا حتى مو انت لا عتشبتي عتشبدك حتى انا لا عتشبدي هذه ان شاء الله بتغيرها ان شاء الله وباخذ لك مرسيدس ما تقصر والله العظيم الله يطول بعمرك يا حبيبي الخال تبي شيء ما بلا سلامتك سلمني على بنتي يا اهل الهوى دار الهوى دار دار الهوى دار انت نشوفك يا الحلو نفرش لك الدار الله نفرش لك الدار دار الهوى دار دار الهوى دار امتى نشوفك يا حلو نفرش لك الدار يلا روح يا خرج حلو الختام اضرب